يا مرحبا شهر الهدى، شهر السماحة والندى. نرحب بقدومك يا رمضان، ترحيب الفرحة والامتنان. كيف لا وقد جئت على موعدك السنوي لتغسل أبضارنا وتعدل مسارنا وتفك قيد كبل أيدينا وأرجلنا عن السير في مدارج الكمال في درب ذي العزة والجلال. لقيناك بالبشر ونعمنا بأوقاتك بكثير من الفضل، وأملنا بوافر من الأجر. وصفوك فقالوا شهر الرحمة وما أحوجنا إليها، إنها تقي من السيئات وترفع الدرجات وتدفع المكروه والموبقات. ووصفوك بشهر المغفرة، فيا هنان بالتخلص من الأوزار والذنوب والآثام، فهي تعيق الرقى وتظلم النفس. ووصفوك بالإحسان، فها هي النفوس تجود بالموجود، فهذا بماله وهذا بعمله وهذا بجهده وذاك بروحه. ووصفوك بالبركة، ونحن نلمس البركة في الوقت والعمل والرزق والطاعة. لقد كنت غائبا منتظر، والآن حاضر مفتخر، وحين تذهب فأنت راحل لا يغيب عن السمع والبصر. الجميع يريد أو يردد على الإسماع عن بركاتك، والكل يرتقب بين الأهلة هلالك. ما أغلاك من شهر على مدى الدهر، تدفع الهمم نحو القمم وتحيي في النفوس الأمل ورغبة في بركاتك. نتمنى ألا ينتهي الأجل، فمرحبا بك يا رمضان. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سال.